قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن أحزاب المعارضة التركية لم تحصل على فرص متساوية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت بالأمس. وقال رئيس المنظمة إن الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه نالا امتيازات كثيرة بما في ذلك في وسائل الإعلام أثناء الحملات الانتخابية، وهو الأمر الذي حرمت منه المعارضة حسبما أفادت منظمة الأمن والتعاون.